بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، في هذه المحاضرة سوف نتطرق إلى موضوع recursive function أو ما يسمى بالrecursive method in Java. بداية سوف نتعرف على مفهوم الrecursive وكيفية بناء هذه الدوال وكيفية استخدامها في أمثلة عملية خلال الجافا. عملية الريكيرسيف بشكل عام هي عملية تكرار شيء بطريقة مشابهة ذاتيا عدة مرات. حسب هيك بيقولوا ريكيرسيف، بيعيد نفسه عدة مرات. ومثال على ذلك عند وضع مرآتين متوازيتين، فإن الصورة الناتجة هي عبارة عن صورة متداخلة، وهذا نوع من أنواع الاستدعاء الذاتي. أيضا هناك مثال آخر يعني يضرب في هذا المثال في هذه المناسبة، لو هو اللعبة الروسية، حيث أنك كلما فتحت اللعبة وجدت بداخلها لعبة أصغر ثم لعبة أصغر ثم لعبة أصغر حتى الوصول إلى اللعبة الأصغر حجم، وهي أصغر لعبة بتكون موجودة داخل الألعاب كلها، هي بتبقى على شكل علبة هي. ولحل المشكلة هذه وتوقف عن البحث هو الوصول إلى أصغر دمية داخل هذه الدمى. طبعا الاستدعاء الذاتي هو نوع من انواع الدوال ميثود بالجافا، والتي تقوم بنداء نفسها، ولهذه الداله هيكليه واساسيات لا بد من توافرها فيها. عمليه الاستدعاء الذاتي ليش بنستخدمها؟ هي عمليه تبسيط المشكله الى مشاكل اصغر منها، ونبدا بحل المشكله الاصغر فالاكبر 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 الى الوصول الحل الشامل لهذه المشاكل. مثال على ذلك، لو أخذنا مفكوك العدد كما هو مبين لدينا، مفكوك العدد، لو قلنا مفكوك العدد 4، مفكوك إيش بيساوي؟ 4 ضرب مين؟ مفكوك العدد 3 اللي هي 4 ناقص 1 اللي هي 4 ناقص 1 ضرب 4 ناقص 2 ضرب 4 ناقص 3 إلى الوصول إلى إيه؟ ضرب الواحد. بصبح لدينا 4 في 3 في 2 في 1، 4 في 3 في 2 في 1. طبعا واحد في واحد واحد، واحد في اثنين بتطلع اثنين، وهذه بتطلع 4 في 3 في اثنين اللي هو الناتج الاولاني، بعدين 3 في 2 6، 6 في 4 هيك احنا بسطنا المشكله بيطلع ايه؟ 24. الهدف انه احنا بسطنا المشكله الكبيره الى مشاكل صغيره، وبدينا من الاصغر فالأكبر 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 هكذا عند الوصول إلى الحد الشام. هذا بسمى المفكوك. بشكل عام نكتب دالة كان اسمها تيست أو فاكتوريال أو هاويفر، إلها مدخلات جوا الدالة اللي هي اللي بتكون ريكيرسيف ميثود. لازم يكون عندنا شرط، الشرط هذا من خلاله بنقوم بوقف الاستدعاء الذاتي اللي بيصير ممكن لما لا نهايه، زي ما احنا عندنا الشرط وقفنا عند الواحد، انا ممكن نحط الشرط انه لازم تكون ان بتساوي واحد، بعدين تكتب الجسم تبع الداله، تكتب الاكواد اللي انت بدك اياها. اذا في عندي حاجتين مهمين في الاستدعاء الذاتي. الشيء الاول وجود شرط التوقف معرف بشكل صحيح. بدون هذه الخطوة الدالة بتقوم باستدعاء نفسها إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية بتتم استدعاء. طبعا في المثال السابق اللي هو الفم مفكوك كان عندنا إنه اف اكس أقل أو تساوي مين؟ أو ان أقل أو تساوي واحد بنرجع واحد. الشرط الآخر وجود حالة استدعاء ذاتي والتي يجب أن تعرف بشكل صحيح بحيث تؤدي إلى حالة التوقف. مثل إيش؟ إنه أنا جيت هنا بديت بالان بعش استدعيت فاكتوريال للثلاثة، يعني أصبح عندنا الكلام هنا لو أنا عندي فاكتوريال للأربعة هو بيساوي 4 ضرب مين؟
اللي هي هذه فاكتوريال 3 مضروب 3 فاكتوريال يعني مضروب فاكتوريال 3 بأصبح 3 ضرب فاكتوريال 2 فاكتوريال 2 بأصبح فاكتوريال 2 ضرب فاكتوريال 1 فاكتوريال 1 هنا برجع 1 أقل أو تساوي 1 برجع لنا إيه 1 من خلال العملية حتوضح إن شاء الله أكثر. المضروب بالشكل هذا المضروب هنا هو مجموع حاصل ضرب جميع الأرقام من 1 إلى إيه العدد سي. طيب ويمكننا حل هذه العملية بكل بساطة باستخدام التالي. كتبنا انه عندي تعمل ريتير انتجر سميتها فاكت او فاكتوريال تاخذ انتجر. هنا الشرط تبعنا شرط التوقف هاو انه لما بتكون اي بتساوي صفر او اي اقل او تساوي 1 نفس الشيء بنبعث لها 1 بترجع 1 غير هيك بالنادي ريتيرن ترجع لمين مرة تانية تستدعي نفسها كأنه هذا ايش الانبوت هذا بيجي وين هنا مرة تانية ويفحص وهكذا الى حيث انه ايه في الاخر رجع 1. طبعا زي ما احنا شايفين هاي فاكتوريال الاربعة عملنا لها كول للفانكشن ريكيرسيف فاكتوريال الاربعة صارت ايش عندنا اللي هي بتنادي على الفاكتوريال الثلاثة اللي هي أربعة ضرب فاكتوريال الثلاثة بعيش بتكون فاكتوريال الاثنين بعيش فاكتوريال الواحد بعيش إيش بالصفر الصفر برجع واحد الواحد بترجع هنا مع الفاكتوريال الواحد برجع لك واحد واحد في واحد واحد بعيش بنرجع فاكتوريال الاثنين اثنين في واحد اثنين بعيش فاكتوريال الثلاثة ثلاثة في اثنين اللي هي هذه القيمة اللي رجعت هان بصير 6 بعيش بترجع هذا كلها هان ترجع 6 في ايه في الأربعة بطلع 24. مثال آخر عملية الجمع جمع الأعداد من 1 إلى سين يعني بدك أنت أنا أديته ايه عدد مثلا زي 10 بدي يروح يرجع لي 10 زائد 9 زائد 8 زائد 7 لحد مين لحد ايه الصفر وهكذا يرجع ايش مجموعه وهذا الفاكتور اللي تعرفنا عليه. ننتقل الآن إلى إيه؟ الجانب العملي. الآن الوصية إنه أنتوا تطبقوا الكلام هذا عدة مرات عشان إنك تتمكن إنك تصبح قادر على فهم هذه اللي هي المفاهيم البرمجية. نيجي هنا فايل نيو جافا أبليكيشن نسميه كير زف تمام وهاي فينيش عمل لي جافا كلاس شيل هدول كده هيك نبدا مع بعض نعمل الداله تبعك. إذا الدالة تبعتنا إيش اسمها؟ اسمها فاكتوريال انتجر نبدأ مع بعض عرفنا انتجر سميناها فاكت إيش بتاخذ عندي مدخلات انتجر ان ولها بيجن وين أول شيء لازم أنا أحط شرط التوقف ومتى بنوقف في الفاكتوريال لما بتكون ان أقل أو تساوي اف ان اقل او تساوي واحد هذا بسموه البيست كيس يعني القاعده الاساسيه اللي احنا عندها بنوقف نعمل ايش ريتيرن واحد إلس ريتيرن ايش بدنا نرجع بنرجع ان ضرب مين فاكت الان ناقص واحد فاكت الآن ناقص واحد هذا ريتيرن بالشكل هذا نستدعيها نقول ذا فاكتوريا فاكت اوف الرقم ان زائد ان زائد فاكت الآن
على ايش؟ نحط اس بالشكل. طبعا هذه لازم تبقى ايه؟ public static. لا هنا public هيك. الان لسه مش عارفها. احنا بنبعت الخمسه او الاربعه، وانا بنحط زائد، خلينا احنا ندخل اياها الان هنا اربعه، بنطبق الكلام هذا لو شفت إذا أكتب لي فاكتوريا للأربعة إز 24. أي رقم بدك تحطه كيف هنا تمت استدعت النفس الفانكشن إنه أربعة، أربعة أقل أو تساوي واحد، لا بتدخل هنا بصير أربعة فاكت الآن ناقص أربعة فاكت الثلاثة، فاكت الثلاثة برجع مرة ثانية هنا ثلاثة وهكذا. لو إحنا رحنا نعمل ديباج للكلام هذا في سبعة، طيب المثال الثاني اللي احنا بدنا نعمله نعمل دالة ثانية. الدالة هذه بدها تقوم بعمل التالي، بجمع الأعداد من يعني بدنا نكتب دالة بدها تعمل sum of numbers from مثلا 5 to 10. كيف نجمعهم؟ احنا ممكن نعملهم بفور لوب، لكن احنا بدنا نعمل دالة معينة تعمل الكلام هذا باستخدام الريكيرز. نعرف دالة public static عشان نقدر نستدعيها في المين، انتجر اسمها sum، بتاخذ انتجر start البداية وبتاخذ انتجر end اللي هي النهاية كلها بيجن له end. البداية عندي خمسة والنهاية عندي عشرة. اف واكتشف نوقف كان الاند تمام اكبر من الستارت، كان النهايه اكبر من البدايه، ايش بيعمل؟ بيعمل ريتير. ريتير مين؟ ريتير الاند زائد صم مين؟ الاند اللي بعت لها والاند ناقص او اللي بعت لها هنا الستارت، لان الستارت زي ما هي فاصله الاند ناقص واحد. ده بصير عندي خمسة زائد عشرة، عشرة تسعة تمانية أربعة. الأربعة أكبر؟ لا، طول ما هو مش أكبر بتطلع عند الأربعة هيطلع. الخمسة مش هيطلع، الخمسة هنا برضو بطلع لحدد الخمسة، الخمسة للخمسة تمام. هيك احنا بنكون عملنا الريكيرزف إلس إنت. هذا بنحط لها بجن، وانت لو بدك تحط لها بالشكل هذا. else return وهنا انت رجع الاند اللي عندي تمام. نجرب الاعداد نوقف هذا صل from 5 to 10 حط is
صمت، الخمسة والعشرة. نعمل ران. قديش طلع؟ 45. لو من الصفر للعشرة خمسة وخمسين. هيك احنا بنجيب مثالين على الكلام تبع الريكيرس. مثال اخير هذا بدي استخصصه معايا فيه. لو انا طلب مني اعمل دالة باستخدام الريكيرسيف تعمل ريفيرس تو سترينج. كيف يعني ريفيرس سترينج؟ لو انا اديت سترينج مثلا كتبت له عالية، ايش بصير؟ A I L A اي لا، تمام؟ يعني عكسته، لو قلت سام بصير النتيجة تبعته ام اي اس ماس. نبدا مع بعض نبرمج الشغل هذا، وهذا بسموه ميثود تعمل ريفيرس لجيفن سترينج. كيف نعمل الكلام هذا؟ طبعا عندي فويد بترجعش شيء مثلا. ريف ريفيرس سترينج ايش بتاخد هي؟ سترينج اس تي ار سترينج، وهنا لا بيجن وان. نبدا مع بعض نكبر الشاشه. هاي الداله اللي عندي، تمام؟ نبدا نكتب فيها. اول حاجه بدنا البيس كونديشن. ريتيرن ايش بدي يرجع؟ اف سترينج از نال اور وذ وان اور ليس، بده يرجع مين؟ عندي نفس النص يعني، بس كان طوله اقل من واحد او 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 حرف واحد حيرجعه نفسه، صح ولا لا؟ واذا كان فاضي حيرجعه نفسه، هي الشرط. اذا اف الستير هذا اللي عندي بيساوي نل فاضي او هيك بدي اكتب اور شفت جنب حرف الدال او ايش؟ او ستير دوت لينث طوله أقل أو يساوي واحد، إيش بده يعمل هنا؟ بيعمل ريتيرن، إيش بده يرجع لك؟ ريتيرن اس تي ار، أو ممكن نحن قبل ما نطبعه هو نفسه سيس. سيستم دوت أوتبوت دوت برنت print لين ايش يطبع؟ ال str اللي عندنا، تمام؟ طبعا هذا ايش بدها؟ بدها قوس هنا، بدها كمان قوس هنا، اسف الشيفت وال كمان قوس بالشكل هذا، تمام؟ else ابدا وانهي. ايش حيعمل لي ها؟ بدنا نطبع اللي ريكيرز برنت ايتش كاركتر ان ذا سترينج. من وين؟ من الانت. كيف بنطبع هذا؟ سيستم نطبعهم بالعكس. في عندي دوال احنا اخذناهم في برمجه واحد بتساعدك انك تجيب الكلام هذا. كيف؟ ستير دوت نشوف عندنا ايش فيه. في كاركترز، في عندي كاركتر ات كاركتر، ايوه هذا كاركتر ات. ايش نديها؟ بدي اديها السترينج دوت لينث ناقص واحد، يعني اخر حرف في السترينج. وبعد هيك ايش هيعمل؟ هيروح يستدعي ريفيرس سترينج، حتبعت له هنا صفر
اللي هو السترينج str دوت ايش نبعت له سب سترينج من الاخر، يعني احنا طبعنا اخر واحد بدنا نجيب اللي احنا وصلنا له من الاخر ونكمل. ليش بتكون عندي سب، في عندنا هنا في داله اسمها سب سترينج، سب سترينج تمام، سب سترينج ناخذ هذا اللي هي بتاخذ من الصفر لحديت ايش اللينث ستير دوت لينث ناقص واحد، هيك مستدعيه بكمل عشان يطبع ياخذ اخر شيء، يعني كاننا قسمنا النص الى ايه عده نصوص من الاخير نستدعيها هذه. اكسبكتد عليه هطبع لك اياها او اي او ال اي، طبعا انا لو كتبت برنت هنا بدي برنت لين فحيروح يطبع كل مره ايه يطبع لك اياهم هنا برنت، انا برنت عشان انت تشوفه مره ثانيه A O L A، هي كانت A A L O A A O L A فبصير عندي A O L A بالشكل هذا. هيك احنا قلبنا نص، هي سهلة ولكن سبحان الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى. هيك احنا خلصنا أمثلة الريكيرزيف بالشكل هذا. طبعا في ممكن أنت تعمل صم للأعداد من 1 لـ10 بالشكل هذا. انتجر أو public static integer sum numbers تاخذ integer n begin with هذه الدالة بترجع، يعني أنا اديت له رقم 10 حيطلع لي 10 زائد 9 زائد 8 زائد 7 زائد 6 زائد 4 5 4 3 2 1، ممكن نحط زائد صفر لانه الصفر هو عباره عن اللي هو شرط الوقوف للداله. اف ان بتساوي بتساوي صفر ريتيرن صفر إلس ريتيرن صم او ان زائد صم الان ناقص واحد. ان زائد صم الان ناقص واحد، صم النم هي يعني بتكون بالشكل هذا، انت بتحصل على مجموع الاعداد اللي انت بدك اياها، ما عليك اللي تستدعيها. هيك احنا بنكون خلصنا موضوع الريكيرز، حنتطرق له في نوع من داتا ستراكشر، لكن انا حبيت اديه على سبيل انه احنا نتعود على الكلام هذا. وبالله التوفيق والسلام عليكم